البداية دايماً بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي، الفريق الأول يبدأ استعداداته للوداد غداً. كهربا يقترب من الشفاء وحقيقة إنذار الشناوي. أما في الترند العالمي، محمد صلاح يدعم فان دايك بعد تأكد إصابته بالصليبي. طيب قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة النهاردة، خليني أقول لحضراتكم أهم المباريات في مختلف الدوريات ومختلف البطولات حول العالم. خلينا نبتدي بمباريات اليوم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. النهاردة نهضة بركان هيلاعب حسنية أغادير في دور نصف النهائي من هذه البطولة، وبالمناسبة طبعا هي مباراة واحدة، ما فيش ذهاب وإياب، يعني عبارة عن دورة مجمعة بتقام في المغرب. كمان في الدوري الانجليزي في بعض المباريات المهمه النهارده، بيرنلي مع ويست بروميتش ألبيون، دي هتكون في تمام الساعه 6:30 مساء، ومباراه اخرى الساعه 9 بالليل ما بين ولفرهامبتون وليدز يونايتد، ايضا هتكون مباراه قويه في الدوري الانجليزي. طيب الدوري الايطالي كمان في مباراه وحيده ما بين هيلاز فيرونا وجنوا، دي هتكون في تمام الساعه 9 مساء. دي ابرز المباريات اللي هتجرى النهارده تحديدا الاثنين من هذا الاسبوع. طيب خليني اروح لفاصل لان عندي تفاصيل كتير جدا بعد الفاصل هنتكلم فيها مع حضراتكم، يلا بينا.